خوتي السلام عليكم. انا داك الشخص اللي اتهمت ديك السيده بالتحرش. انا المهم انا هو داك السيد اللي اتهمتني ديك السيده بالتحرش في مستشفى محمد الخامس. وانا عاود لكم اخوتي كي دار الترافيك بيني وبين ديك السيده باش اتهمتني بالتحرش. انا داك الصباح ناض بيا واحد الحريق اللي قلت لكم التيوات ضروني حيت مشكيت عليكم داير واحد جوج تيوات في الكرسي. كنعاني من النبوله ديالي من الكلاوي حسب كنت نبولي الدم ومريض بالكلاوي كيف لكم. هذاك الصباح جيت ندير واحد الراديو تلاقيت مع واحد السيده. المهم هضرات معايا هضرت معاها في الراديو كان تنديو نجيبوها انا وياها في الهضره. واحد اللوكا دخلت انا درت الراديو دارت هي الراديو خرجنا تلاقينا على برا تمينا غاديين في واحد الكولوار. المهم انا تما طلبت نطلع الطبقات الثانية عند الطبيب ديالي باش نشوف شنو كاين. قالت لي واش ما كتعرفش الطبيب ديال الصدر؟ قلت لها راه كاين الطبيب راه تلقاه في الكاطريام. طلعت انا ويا الطبقة الرابعة وصلت حتى للطبقة الرابعة ولات عقدت بحالات. وصلت انا بحالي ما لقيتش الطبيب تما ديك رجع لي طرات في حالتي. تلاقيت انا ويا بالدروج بس تلاقينا بالدروج تمينا هابطين تلاقينا مع واحد السيدة. هذيك السيدة بقات تشوف فيها. انا قلت لها قلت لها هاد السيدة راه بقات تشوف فيك. قالت لي حقا راه كتعرفني ما كتعرفني. ومن هذيك تفارقنا انا ويا واحد البليز. المهم دازت واحد 5 دقائق هذيك خرجت اللي كنت خارج بحالتي على الباب ديال السبيطار. هادي خارج بحالتي تفاجات بالبوليس وكذا وهي وراجلها وكتقول لهم بلا انا بغيت المهم بغيت نتكربس عليها او بغيت نتحرش بها. انا راه مجوز عندي جوج وليدات اصلا ما بقاليش دابا حتى الوجه مع المراه ومع مانا الدار ومع كاع الناس اللي تيعرفوني. هاد السيده كتقول لك انا بغيت نتحرش بها وانا بالله وبالسرعة مع هاد السيده هادي كتقول لهم بلا انا يا قلت لها يلاه ولا زيدي ولا طلعي ولا شي لعبه. انا راه ما درتش داكشي وانا راني تنبول يدم حاجه وما خدام حتى شي لعبه هنا. انا ما خدامش هنايا باش نقول لكم انا خدام سيكوريتي ولا خدام في الراديو. انا جاي ندير كونترول على كرسي عندي واحد جوج سيوات. هذه هي الهضره خويا.